السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. حلقة النهاردة هنتكلم عن فاول جديد من الفايف فاولز بتوعنا وهو الاو. بس قبل اي حاجة وقبل ما ابدأ الحلقة، عايزاكوا تبصوا كويس جدا معايا على العبارات اللي انا كاتباها. انا كاتبة English is crazy. يعني ايه English is crazy؟ معناها ان اللغة الانجليزية دي لغة مجنونة شوية. بمعنى ايه يا تيتشر؟ بمعنى ان لكل قاعدة عامة اكيد ممكن يطلع لي exceptions، استثناءات. ممكن ابقى ماشية على قاعدة عامة في النطق مثلا، ومرة واحدة الاقي كلمة بتتنطق نطق تاني خالص. طيب هل ده معناه ان مثلا احنا بيعلمونا غلط مثلا؟ لأ، ده معناه ان في بعض الاكسبشنز، الاستثناءات. مفيش قاعدة بفضل ماشي عليها طول عمري ثابتة، لأ، لكل قاعدة عامة شواذ، او لكل قاعدة عامة استثناءات، اكسبشنز. يعني مثلا هديكم مثال كده خاص بحرف الاو. مثلا حرف الاو ده مثلا لما بيتجمع معاه دبليو بيبقى لونج او. مثلا ناخد مثال كلمة snow طلعت لونج او معايا، طلع الاسم بتاع الاو snow، علشان هي نوعها لونج او. مثلا كلمة show برضو طلع الصوت بتاعهم او. دي القاعدة العامة ان الاو مع الدبليو لما بيتجمعوا مع بعض صوتهم بيطلع لونج او، فبتطلع مثلا snow show. وهناخد امثلة كتيرة جدا دلوقتي. لكن هلاقي مثلا بعض الكلمات زي كلمة cow، زي كلمة how، فيها او دبليو بس صوتهم ما طلعش لونج او، ده طلع الصوت بتاعهم او cow how. طب هل ده معناه ان انا مثلا هنا اتعلمت غلط؟ لا، انا هنا ما اتعلمتش غلط، هي دي القاعدة العامة فعلا، بس دول عبارة عن شواذ، او دول عبارة عن exceptions، استثناءات. علشان كده بقول لكم ان English is crazy، يعني اللغة الانجليزية مجنونة شوية وفيها استثناءات كتيرة جدا، وبالذات في حرف الاو اللي هنتكلم مع بعض النهاردة عليه. فعايزكم تركزوا جدا في حلقة النهاردة، يعني ما تحسوش ان انتوا الحلقة طويلة، وان شاء الله لا، مش هي هتبقى طويلة، ايوة، بس هتبقى ان شاء الله مسلية كده وهتستفيدوا منها. فخليكم معايا، تابعوني، ما تروحوش في اي حتة. يلا بينا كده نبدأ مع الشورت او. شورت او هجيب برضو كل الحروف الساكنة زي ما عملنا في الشورت اي. لما تفتكروا كده ارجعوا كده للفيديو بتاع الشورت اي واللونج اي، جبنا كل الحروف الساكنة وحطناها مع حرف الاي علشان نشوف حرف الاي بيطلع صوته ازاي. هنعمل نفس الكلام مع حرف الاو. هنجيب كل الحروف الساكنة ونحطها مع حرف الاو ونشوف الاو صوت هيطلع ازاي. البي مع الاو، با با با، لاني هطلع الساوند الصوت، وصوت الاو او ميك ذا ساوند اوف او. دا كا، سوري، هي مفروض كا ودو لاني السي قبل الدي، بس ما فيش اي مشكله. فا جا ها جو كا لا ما نا پا پا را سا تا وا وا یا زو. كده انا حطيت كل الحروف الساكنة معاها حرف الاو. ما تنسوش برضو ان اكيد اكيد في كمالة للكلمة علشان تديني معنى مفيد وتديني كلمة مفيدة في اللغة الانجليزية. في هنا كده كمالة لحروف اي كلمة فيهم، وهناخد امثلة دلوقتي حالا تفهموا منها الكلام ده.
نفترض ان انا هاخد حرف الاف مع الاو وهزود عليهم حرف اكس، هتطلع الكلمة على بعضها اسمها فوكس فوكس فوكس. اديتني معنى مفيد لان فوكس بمعنى ثعلب، وكملت لي الكلمة لما حطيت حرف ساكن تاني بعد حرف الاف والاو. طيب ناخد مثال تاني، مثلا نفترض البي مع الاو، هزود عليهم حرف التي، تطلع لي على بعضها اسمها بوت 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 بمعنى اناء او حلة. يعني هنا كده زودت البي والاو عليها حرف التي، طلعت لي كلمة مفيدة اللي هي كلمة بوت. تعالوا ناخد مثال تاني، مثلا الاس مع الاو وزود عليهم ان، تطلع لي كلمة سان 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 بمعنى ابن. اوعى حد يتلخبط ما بين سان دي اللي هي معناها ابن وسان التانية اللي هي معناها شمس، اوعوا تتلخبطوا ما بين دي ودي، دي بحرف الاو لكن دي بحرف اليو. طيب تعالوا ناخد مثال تاني، مثلا حرف التي مع الاو ازود عليهم بي، تطلع كلمة توب 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 معنى القمة. دي كلها امثلة من الحروف اللي كنا الساكنة اللي كنا مزودينها مع حرف الاو وزودنا عليهم حرف كمان علشان تطلع لنا كلمة مفيدة باللغة الانجليزية وليها معنى. وكده الكلمات كلها دي بتحتوي على short o، والشورت او هنا طلع الساوند بتاعه. طب هو الساوند بتاعه عامل ازاي؟ عامل كده اه 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 فوكس بوت سان توب. تمام كده احنا خلصنا الشورت او. الشورت او سهل جدا زي الشورت اي زي الشورت اي، سهلين جدا. لكن ندخل بقى على اللونج او اللي فيه كل الكلام والحوارات. امتى اقدر اقول على الاو ان هي نوعها لونج او؟ وقلنا ان اللونج يعني هيطلع النيم بتاعه الاسم بتاعه، يعني هيقول او هيقول او، مش هيقول اه لا هيقول او. اول حاله ليها كذا حاله، اول حاله كده نمبر 1 لو جه حرف ساكن هنا كده حرف كونسونانت، وقلنا كونسونانت بمعنى حرف ساكن، وجه بعدها حرف الاو، وجي بعد الاو كونسوننت تاني ساكن تاني، وجي في الاخر حرف الاي، حرف الاي اللي دايما مغلبنا معاه ده. في الحالة دي لو جت بالطريقة دي، الحالة دي حرف الاو هيكون فيها لونج او، لونج او هننطقه او. تعالوا ناخد امثلة كده عشان قلنا ان الامثلة هي اللي بتثبت المعلومة في دماغنا. كلمة هوم هوم، شايفين حرف ال H حرف consonant ساكن، وجي بعد كده حرف ال O، بعد كده جي ساكن تاني consonant اللي هو حرف ال M، وبعد كده جي في الآخر حرف ال E اللي احنا بنسميه magic E اللي بيجي في نهاية الكلمة وبيبقى silent لا ينطق، هو بيتحط علشان يخلي الحرف بتاع ال O ده long عشان يخليه يطلع اسمه زي كده ما يكون معاه عصاية سحرية زي حرف الاي اللي كان بيجي مع الاي في اللونج اي، برضو هو نفس الوضع كده في اللونج او، بيضربه وبيخليه يقول اسمه فيقول هوم هوم. تعال ناخد مثال تاني، نوز نوز، نفس الوضع كونسونانت ساكن حرف الاو كونسونانت تاني حرف الاي اللي مش هيتنطق السايلنت، فطلعت لي لونج او فقلت نوز نوز نوز. تعالوا ناخد مثال تاني، كون كون، حرف السي هنا صوته طلع ك عشان جه بعد او، والاو مش من التلاته اللي بيخاف منهم فصوته طلع ك. طيب هو فعلا السي كونسونانت حرف ساكن، وعندي بعد كده الاو، بعد كده كونسونانت تاني اللي هو الان، بعد كده الاي الماجيك دي خلت حرف الاو بقى لونج بقت اسمها كون. مثلا في امثله كتيره جدا، مثلا ناخد كلمه بون بون، ساكن حرف الاو المتحرك الفاول بتاعنا، حرف ساكن تاني الماجيك اي خلت الاو بقت لونج او بقت اسمها بون بون. يبقى عندنا هوم نوز كون بون، كل الامثله دي
تبين لي او توضح لي ان الاو اللي معايا في الكلمة long او طلعت الاسم بتاعها او، علشان مشينا على الحالة الاولى او الخطوة الاولى consonant حرف الاو consonant تاني حرف الاي اللي بنسميه magic e. طيب دي اول حالة من حالات long او. number two الحالة التانية number two اذا اجتمع الاو مع حرف اي، حرف الاو لو اجتمع مع حرف الاي هيطلع لي long o. تعالوا ناخد امثلة، كلمة معزة goat حرف الاو اتجمع مع مين يا اولاد؟ اتجمع مع حرف الاي، والاتنين دول لما بيتجمعوا مع بعض بيديني long o long o، فبقول goat goat. مثلا كلمة boat بمعنى قارب أو مركب boat boat. مثلا كلمة goal goal الجول بتاع الكرة الهدف. مثلا كلمة soap مثلا coat coat. كل دي أمثلة حرف الأو متجمع فيها مع حرف الأي فطلع الصوت بتاعهم long o. goat boat goal soap coat. طيب دي تاني حالة، دي سهلة جدا ما فيهاش اي مشاكل. ندخل على number three. number three الحالة التالتة اللي ممكن اقول عليها long o، ال o لما بتتجمع مع ال w صوتهم يطلع long او، ودي القاعدة العامة بتاعت الاو مع الدبليو. عشان احنا قلنا من شوية في بداية الفيديو ان في استثناءات exceptions. طيب تعالوا ناخد امثلة، اخدنا في اول الفيديو مثلا المثال بتاع snow تلج او جليد snow show 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 ممكن تجيني كverb بمعنى يعرض او يوضح، وممكن تجيني كناون بمعنى عرض. تمام ممكن ناخد مثال تاني row row ممكن low low. كل الكلمات اللي قدامي حرف الاو اتجمع فيها مع w والصوت بتاعهم طلع long o، لكن هناك بعض الاستثناءات الاكسبشنز اللي قلنا عليها في بداية الفيديو، مثلا زي كلمة cow زي كلمة how. how دي أداة استفهام بمعنى كيف، تسأل عن الحال زي how are you، و cow بمعنى بقرة. طيب هل الـ O والـ W في الكلمتين دول طلع صوتهم O؟ هل طلع صوتهم long O؟ لا، ده طلع صوتهم او زي الالف والواو كده او او. طب هل كده معناه ان انا علمتكم هنا غلط الصوت؟ لا انا ما علمتكوش غلط الصوت، الصوت فعلا او القاعدة العامة فعلا ان هو بيطلع long O، لكن هناك exceptions بعض الاستثناءات منهم كلمة cow وhow. طيب انا اعرف ازاي؟ طبعا ده بيكون متطلب منكم يعني مجهود وسعي ان انتوا تقروا كتير تسمعوا كلمات كتير يكون معاكوا قاموس الناطق، ده بيساعد كتير جدا تتأكدوا من اي كلمة او من نطق اي كلمة قبل ما تجربوا تنطقوها مثلا باللونج او ولا بالاو، تتأكدوا من القاموس كويس جدا بتتنطق ازاي. فمعلش ده هيبقى مطلوب منكم سعي اكتر في الكلمات. طيب دي الحالة نمبر 3 للونج او، عرفنا الاكسبشنز الاستثناءات اللي موجودة فيها. تعالوا كده ناخد الحالة نمبر 4 للونج او برضو، حرف الاو لما بيتجمع مع اي على طول يعني مفيش فاصل ما بينهم، يعني مثلا هنا كان في فاصل ما بينهم حرف الكونسوننت هنا، لكن هنا في الحالة نمبر 4 رقم 4 مش هيكون في فاصل ما بينهم. زي مثلا كلمة تو 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 اللي هو الصباع بتاع القدم، صباع القدم اسمه تو. زي مثلا كلمة فو فو. زي كلمة هو هو.
دي كلمات، وفي طبعا كلمات كتيرة جدا، بس احنا بناخد ك examples أمثلة للكلمات. احنا عندنا الأو مع الإي والأو مع الإي والأو مع الإي لازقين ورا بعض على طول، مفيش فاصل ما بينهم. في الحالة دي أقدر أقول إن الأو هيكون نوعها long O، long O، تمام. طيب